بسم الله الرحمن الرحيم، راح نشرح إن شاء الله طريقة التحليل باستخدام السيسمو استراكشر. في البداية لفتح مشروع جديد نضغط على هذا الرمز. الآن عملية التحليل سوف نقوم باختيار 3D frame أو 2D frame. احنا المثال اللي راح نستخدمه على ال 2D frame. الآن هنا نقوم بتحديد عدد البحور، إذا كان عندنا بحرين أو ثلاثة. هنا عدد الأدوار، مثلا في المثال راح ناخذ دورين. هذه عبارة عن مقدار السبان بالنسبة للبحر الأول، وهذا بالنسبة ارتفاع الدور الأول. إذا كان عندنا الفريم غير منتظم نقوم بإزالة الصح على الريجولار استراكشر، نختار استراكشر دايمنشن. تلاحظ هنا يقوم بذكر باي لينث. بالنسبة للباي الثاني راح يكون عبارة عن 6 متر، اللي هو يعتبر 1.5 الباي الأول. وبالنسبة لارتفاع الدور الثاني هو نفسه ارتفاع الدور الأول. الآن نختار هنا إذا كان المنشأ ستيل أو رينفورسد كونكريت. احنا المنشأ الموجود لدينا reinforced concrete structure. analysis type، يوجد لدينا الأنواع المختلفة لعملية التحليل. احنا سوف نقوم بدراسة الـ incremental dynamic analysis. نقوم بالضغط على الزر اوكي. لاحظ الآن راح يطلب مننا الـ scale factor. احنا راح نخل الـ scale factor 0.1 مثلا، و الاند سكيل فاكتور راح نختار 2، والسكيل السكيلينج فاكتور ستيب يعني الزيادة راح تكون 0.1. نضغط على اوكي. الان يطلب مننا اختيار نوع الزلزال اللي راح نطبقه. يوجد لدينا انواع للزلزال مختلفة، مثلا كوبي كوجالي. احنا مثلا راح نختار نورث ريدج، نوعية الزلزال اوبن. هذه معلومات الزلزال، ولاحظوا هنا البيانات الاولية بالنسبة للاكسلريشن فايل للزلزال. راح نختار اوكي. الان هذا الجرافيك هو عبارة عن التايم اكسلريشن، العلاقة بين الزمن والتعجيل بالنسبة للزلزال الذي اخترناه. اوكي. الان لنعرض هنا الفريم فرونت فيو، ولا داعي للجريد. لو تلاحظوا الان هذا هو عبارة عن الفريم الذي سوف نقوم بعمل التحليل عليه. الآن نقوم بتعديل الماتيريال. لاحظوا يوجد لدينا نوعين من الماتيريال. الماتيريال الأول رينفورس اللي هو حديد التسلية، والثاني اللي هو كونكريت اللي هو الخرسانة. راح نقوم بالضغط على الرينفورس ونضغط على إيديت للتعديل. هنا راح نسمي مثلا S220، نوعية الحديد 220. الآن هذه البارامترات اللي راح ندخلها بالنسبة للماتيريال. مثال يلد سترينث راح يكون 220 ميجا، وهذه بقية الخواص إذا أردنا التعديل، مثلا السبيسيفيك ويت والفراكشر والعديد من البارامترات. بحسب المتطلب سوف نقوم بتغييرها. نضغط على الزر أوكي. نفس الشيء بالنسبة للكونكريت، راح نضغط فوق الكونكريت ومن ثم نضغط إيديت، نسميها مثلا C30. إذا C30 معناته إنه المقاومة حقها 30 ميجا باسكال، إذا راح تكون 30,000 كيلو باسكال. ومقاومة الشد راح نحسبها بالمعادلة اللي هي تساوي 0.5 سكوير روت للـ30. تمام، نحسبها من خلال المعادلة. راح تطلع بالنسبة لنا 0.5 في سكوير روت 30
راح تطلع 2.7. راح تكون 2.7 ميجا باسكال، يعني راح تكون 2700 كيلو باسكال. السبيسيفيك ويت للخرسانة 24، ونقوم بالضغط على اوكي. الان قمنا بتغيير خواص الماتيريال بالنسبة للستيل والكونكريت. نقوم بالنسبة الان نعمل السكاشن اللي هو عبارة عن مقاطع الاعمدة والجسور. مقاطع الاعمدة نضغط على الاعمدة، نختار edit، نشوف كم ابعاد العمود اللي عندي. مثلا العمود اللي عندي كان 50 في 50، نفرض مثلا. الكفر اللي هي مسافة التغطية 40 مليمتر. نوع الخرسانة الحديد المستخدم اللي عرفناه قبل شوية S220، ونوع الكونكريت اللي عرفناه قبل شوية اللي 30 ميجا باسكال. نقوم باختيار الرينفورسمنت اللي هو حديد التسليح. لاحظ هنا نستطيع إزالة حديد التسليح من المظهر أو نستطيع إظهارها مجددا. بالنسبة لحديد الكانات اللي هو ترانسفيرس رينفورسمنت، نختار هنا القطر، مثلا قطر 8 مليمتر. المسافة بين الكانة والكانة نستطيع زيادتها أو نقصانها، لنفترض أنها 0.1، يعني 10 سنتيمتر. عدد الكانات نستطيع، لاحظوا في الشكل هنا، هل تريد 3 أو 2؟ احنا نكتفي فقط بكانة دائرية، او نريد اضافة كانتين في النص، او نريد اضافة 3 في النص، على حسب متطلب التصميم. هنا نفس الشيء بالنسبة للعرض، راح يكون عندي بدون كانات عرضية، او راح يكون عندي بكانات عرضية. الان نريد الحديد الطولي، نقوم بالضغط على longitudinal reinforcement pattern. لاحظ هنا في الشكل، هذه عبارة عن الحديد في الأركان المحددة باللون الأصفر، عبارة عن عدد 4، مثلا لنفترض القطر 18 مليمتر. الآن الحديد الذي في التوب اللي هو فوق، لاحظ هنا اللي باللون الأصفر، كم نريد العدد؟ هل نريد 8 4 علوي و4 سفلي، أو لا نريد؟ احنا نريد 2 علوي و2 سفلي بقطر 18. والحديد اللي بالجوانب، لاحظوا الآن تغير لونها الأصفر. هل نفس القضية، نريد 4 2 يمين و2 شمال وقطر 18 مليمتر. الآن نضغط على الزر أوكي، ونضغط هنا على الزر أوكي. الآن قمنا بتعريف المقاطع بالنسبة للأعمدة. نقوم بتعديل المقاطع بالنسبة للجسور بالضغط على اس بيم، نختار ايديت، نسميه اس بيم. الآن نفس الشيء، في البداية لاحظوا عند المقطع هنا على شكل حرف كي. إذا أردنا تغيير المقطع إلى ريكتانجولار، نقوم بالضغط على القائمة المسدلة في الأعلى، ونختار reinforced concrete rectangular section. لاحظوا تغير المقطع إلى مقطع مربع. الآن نفس الشيء، نقوم باختيار نوع الحديد المستخدم S220 والكونكريت C30 التي عرفناها سابقا. الآن عندي أبعاد هذا المقطع، نفترض أنها كانت 50 في 30 مثلا، والكفر المستخدم، الغطاء الخرسان المستخدم 40 مليمتر. الآن نريد التعديل على الخواص الحديد المستخدم، ونضغط على الرينفورسمنت. لاحظوا نفس الشيء بالنسبة لترانسفيرس رينفورسمنت، قطر الكانة المستخدم 8 مثلا، والمسافة كل 10 سنتيمتر. الآن احنا في الجسور غالبا لا نريد كانات وسطية، لذلك نقوم بتخفيض عدد الكانات في كل الاتجاهين إلى كانتين لكي تبقى بهذا الشكل.
الآن نأتي إلى الحديد الطولي اللي هو هذا النقط المرة. نقوم بالضغط على Edit Reinforcement Pattern. لاحظوا احنا لا نريد حديد في الجوانب، وبالتالي نقوم ب Left Right Side نضعه بالرقم 0. انا لا نريد الحديد العلوي، لنفترض اننا نريد 4 في الاركان و4 في الوسط، او 1 في الوسط، 1 علوي 1 سفلي. قطر الحديد المستخدم نقوم بالتعديل من هنا إلى 18 ملم، وبالتالي تلاحظوا قمنا بإضافة مقطع بالرينفورسمنت المحدد بالشكل والأبعاد. إذا أردنا إضافة حديد سيخ في نقطة في طول معين بالنسبة للجسم، نختار من هنا Additional Reinforcement Parts، نقوم بإضافة Add Part، نختار من هنا مثلا الديامتر، أريد إضافة سيخ أبو 20، المسافة الدي 2 والدي 3 التي هذا الدي 3، يعني إذا أردنا بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه نقوم بإدخال الأبعاد المطلوبة. إحنا هنا لا نريد إضافة، لذلك نختار Remove Part. الآن قمنا بتعريف المقاطع بالنسبة للأعمدة والجسور. الآن نقوم بعملية تعريف اللاند ماس اللي هو الكتل بالنسبة للفريم في هذه النقاط. نضغط على Element Classes. احنا الآن نريد إضافة هنا عقد، إذا نختار Mass and Dumping Element Types، نقوم بتسمية مثلا M1 الكتلة الأولى، نوعها هل هي Distributed Mass أو Lumped Mass Concentrated، يعني هل هذه مركزة في نقطة أو عقدة ما، أو موزعة على Element معين. نحن نختار Lumped Mass. لاحظوا نقوم بإدخال قيمة الكتلة في الاتجاه MX MY MZ. لاحظوا احنا نشتغل على ال YZ frame، وبالتالي بالنسبة للإكس راح نخليها 0. في اتجاه، نفترض ان الكتلة هذه كانت 8 طن، اذا وبالنسبة للزد راح اخليها 8 طن. No damping، لا يوجد عندي damping بالنسبة لهذه الكتلة. نضغط على M1. نفس الشيء نقوم بإضافة الكتل الأخرى اللي هي راح نضغط مثلا M2، راح نختار Concentrated، نفترض أنها كانت 10، إذا 10 10. وإذا أردنا إضافة M3، نفترض أن M3 كانت 12، هنا 0. الآن لتوقيع هذه الكتل على الفريم الموضح في الشكل، نقوم باختيار Element Connectivity، نختار هنا Add. لاحظوا هنا الفريم في الشكل يعطيني هذه العقد N111 N112 N113، يعني ترقيم العقد بالنسبة للفريم كما هو في الشكل. نقوم بتسمية نريد توقيع الكتلة الأولى على العقدة هذه، نختار نسميها M1 مثلا، نقوم باختيار M1 أو نسميه هنا Mass 1، تقع على العقدة، نختار الكتلة المراد توقيعها M1. أين نريد توقيعها؟ نختار على N113. لاحظوا قمنا بتوقيعها عند هذه النقطة. نفس العملية سوف نقوم بأدائها لبقية ماسو، راح نقوم بتوقيع M2 على أي عقدة؟ على 213. نفس العملية سوف تتم إلى بقية العقد.
لكي لا يكون الفيديو طويل جدا، أنا اختصرت بعض الخطوات الآن يعني المكررة. الآن لكي نعمل عملية التحليل، نقوم بالضغط على زر بروسيسور. لاحظوا الآن نضغط على الزر ران. الآن يطلب مني البرنامج، يجب أن يقوم بحفظ التغيرات قبل أن يتم عملية التحليل. نقوم بالضغط على أوكي، نحفظه مثلا وليكن في سطح المكتب. نقوم بإنشاء ملف نسميه مثلا أمور ون، يلاحظ يعطينا البرنامج رسالة أن عملية التحليل سوف تكون بمساحة 974 ميجا بايت، ما يقارب 1 جيجا بايت، وهي مساحة كبيرة جدا. نضغط على أوكي. عملية التحليل تأخذ وقت من ساعة إلى ساعتين، ولكن في الدقة التي اخترناها يستغرق بحدود 4 ساعات.